طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نعرف الرحمن مطبع الله. يعني احنا فتحنا الباب بتاع الريجستريشن لتيدكس خرطوم، وقلنا انه المساهمات هي المدخل لحضور تيدكس خرطوم السنه دي. نولج انتو اكشن، احنا عاوزين نعرف معارفنا نحطها في اكشنز في ارض الواقع يعني. فعشان نعمل كتاب زي ده قلنا انه لازم كل زول يجيب لهم مساهمه ذات قيمه عن حياتنا السودانيه، عن عاداتنا، عن اكلنا، عن شرابنا، عن اخره، عشان تطبع في كتاب كامل اسمه نولج انتو اكشن تيدكس خرطوم 2013. فمن ضمن الحاجات اللي دايرين نعملها دايرين نعرف انه كيف ممكن نلعب الموسيقى، الالات السودانيه زي الكمان مثلا. فمعنا حسام عبد السلام، كان في تيدكس خرطوم 2012 قدم عن المشروع بتاعه الموسيقي. فهمان حسام حيورينا كيف نولج انتو اكشن كيف تلعب الكمان. حسام ده الغوص، ده اسمه الغوص، دي الكمان. الغوص عنده مسكة محددة في الفتحة هنا، أول حاجة يحط الأصبع الكبير هنا كده، الأصبع الصغير هنا، الأصبعين دي بيغطوا كده في مسكة محددة للغوص عشان بعدها الحركات تكون ماشية يعني حرة. دي مسكة الغوص، ما أي مسكة. طيب بالنسبة للكمان هنا في الصيد اللي في الصيد الشمال في تحت الرقبة كده، المفروض اليد الشمال برضو تكون حرة. اليد الشمال تقعد هنا كده تمسك هنا عشان بعد ذلك تشتغل على دي اسمها لوحة الأصابع. طيب مثلا مسكت الغوص، مسكت الكمان هنا، الوتر اللي أنا محتاج أشتغل فيه هأضغط عليه بالأصبع المحدد. طيب مثلا كده، دي اصوات كل واحد كده، صوت مثلا طويل، جريتها بوش جريتها واحد، دي اصوات مقطعه، في اصوات ثانيه تطلع بالضربه بتاعت الاصبع اسمها بالدقات مثلا. طيب الكلام ده حيتواصل، احنا عاوزين نعرف الكمان وغير الكمان في شنو تاني؟ الكمان البيانو، الدلوكة، النجارة، الطنبور، النحاس، كل الآلات السودانية دايرين نعرف عنها. ممكن تسجلوا الفيديو وترسلوا لنا